بالنسبة للترجمة يعني فيها مجهود، لكن قبل أن نتكلم عن الترجمة بشكل عام، نوع النص هذا مع أنه مجاله في الطب مجال طبي، ولكن هو في يعني ناحيتين لازم نركز عليهم، اللي هو المجال الأكاديمي أو اللغة الأكاديمية موجودة فيها، بالإضافة بعض المصطلحات الطبية. يعني هو ليس كما يعني يظن البعض أن هذا نص طبي فهنلاقي كل نص طبي، لكن هو هذا بحث عن المجال في المجال الطبي. يعني فاللغة الأكاديمية بشكل عام هتكون هي نفس الخصائص اللي بنتولها في كل مجال علمي أكاديمي، زي مثلا لما تكلمنا عن الماركتينج، عن البيزنس، عن أي مجال علمي هيكون اللغة مشتركة. وحتكلمنا عن الخصائص هذه الأسبوع الماضي بشكل عام، إزاي اللغة العلمية اللغة الأكاديمية بتختلف عن اللغة الأدبية والأنواع الأخرى. فما يمكن استخدامه في المجال الآخر في المجال العلمي له بعض الأنماط اللي لازم نتبعها. يعني مثلا أول شيء اللي هو abstract، أي بحث بيكون لي abstract في المجال العلمي، ما ينفع نترجمه نبذة. هم اتفقوا كثير من الباحثين العرب إنهم بيقولوا ملخص البحث، لأنه هذا الملخص لا يكتب إلا بعد الانتهاء من البحث، ويلخص البحث مجملا بالمنهجية اللي تم اتباعها والنتائج والبيانات والأشياء هذه. في بعض المصطلحات اللي هي لابد ان احنا برضو ننتبه ليها، زي ما قلنا اول شيء نلتفت لي اللي هو المسميات اقسام البحث. أقسام البحث ببدأ بأبستراكت اللي هو ملخص البحث، وهذا هيتكرر معك في النص الثاني لأن النص الثاني مشابه لهذا، فإحنا اللي هنتبعه هنا هتحاولي بقى تعدلي في النص الثاني نفس الشيء. في بعض المصطلحات زي مثلا كروس سكشنال، أنا الترجمة لازم نعرف ايش احنا بنترجم، ايش هو معناها، ايش هذا كروس سكشنال. انت ترجمتيها زي ما كل الناس، في ناس كتير بترجمها بعد، لكن ايش يعني كروس سكشنال كويشنير؟ هل انت عارفه كروس سكشنال، عارفه المفهوم ولا ترجمتيها وخلاص؟ صراحة بحثت في مواقع الترجمة كلها وكلهم طلعوا لي مقطعي، بس أنا مو فاهمة معنى الكلمة يعني. سام، يبقى انت مش فاهمة ليه، لأن انت رحت على الترجمات. طب ما نشوف تعريف كروس سكشن هذا. ندخل على اليوتيوب، سوري، على جوجل ديفينيشنز، ويكيبيديا يعرفوا اي شيء يعرفوا، وبعد كده نفهم حتى لو وصلنا لنفس الترجمه، بس نفهم يعني ايش كروس سكشنال كويشنير. تمام. هو كده يعني ايش ما نلاقي عندي كروس هايفن وكلمه ثانيه معناه ايش؟ اما اقول كروس لينجوال، يعني ايش كروس لينجوال؟ يعني كروس كروس لينجويستيك لينجوال مثلا. ممكن يعني معناه انه يعني عنده لغات كثير. ايوه، يعني مش في لغة واحدة، صح؟ ايه تمام. يبقى هنا الكويشنير هذا مش هيكون في شريحة واحدة، هيكون ايش؟ على أكثر من يعني شريحة. على اكثر من شريحه. يعني مثلا بدل ما اروح على مثلا طلاب، على ذكور مثلا، اروح على ذكور واناث مثلا، عايز اروح على اعمار مختلفه او مناطق مختلفه. ده هو ده الكروس سيكشن بتاعني، ان بنتعدى من مكان او من مقطع لمقطع. فاحنا لو قلنا، لو انا متعدد القطاعات، ممكن يعني تعطي يعني شيء للناس تفهم. إيش رأيك في هذا التعديل؟ صحيح، بس أو ممكن يمكن متعدد،
القطاعات ومتعدد الشرائح العمرية أو الشرائح يعني أي شيء حسب الكروس سكشن. اتفضلي يا رنين. لا بس كان قصدي إنه ممكن لو فهمت الكلمة كان حتكون ترجمتي أفضل. نعم أنا بقول عشان كيف نوصل للترجمة لفهمها، إن أنا برضو يعني لازم أبحث، أنا مش عارف كل شيء. أنا برضو أروح، أنا ذكرت إن المترجم هو باحث في المقام الأول، لازم نبحث عن المعنى. وتاني شيء you have to put yourself in their shoes, in the reader's shoes، يعني أنت لازم تحط نفسك في موقفهم في مكانهم. هل أنت لو قرأت النص ده هل نتجاوزه خلاص ولا لازم نفهمه؟ لازم نفهمه. هل لازم إذا ما كنتش أفهم أنا النص أولا يبقى أنا مش عارف أوصله للقارئ. فهذه القضية، لو أنت فهمت النص يبقى خلاص انتهت القصة، وإن شاء الله هتحاولي توصلي للنص، توصلي للقارئ. دي أول ملاحظة، يبقى لازم نفهم الشيء الأول وبعد كده نترجمه. أنا يعني بصيت لبعض الملاحظات، يعني أشياء في اللغة بسيطة، يعني مثلا لو رحنا على ranged from 25% اللي انت قلتي ranged اللي تراوحت نسبة كمان بالتزامن مع ده، انت قلتي من بين بين كذا او من كذا الى كذا. في اللغة العربية احنا بنقول تراوحت بين كذا وكذا، في اللغة الانجليزية نقول يعني ايه range from to، في اللغة العربية نقول تراوحت بين كذا وكذا. تمام تمام في نفس الوقت مع طبعا التزامن concurrently using supplements concurrently with medicine، يعني يستخدم المكملات الغذائية وفي نفس الوقت كان بيستخدم أدوية، يعني واحد موصف له أدوية وفي نفس الوقت بياخد مكملات غذائية. فهي استخدام المكملات الغذائية بالتزامن مع أدوية أخرى في نفس الوقت. لو قلت بالتزامن مع الدواء ما هي مفهومة، يعني لو رجعناها بالتزامن مع الدواء عايزين نوضحها أكثر للقارئ. بالتزامن أو تقولي ممكن مع أدوية أخرى في نفس الوقت تمشي وحتى بدون كلمة تزامن. تمام. نيجي اللي بعد، لم يتشاوروا مع أطبائهم الصيدلة. هل إحنا بنتشاور مع أطباء؟ ما معنى كلمة تشاور؟ التشاور فيها تفاعل. لا التشاور فيها تفاعل. أما أقول أنا أتشاور مع فلان معناه ان انا اعطيه رايي وهو يعطيه رايه، يعني في تفاعل، في شيء مشترك بيننا بنستفيد من بعض. هل احنا مثلا لما نيجي نتشاور مع اطباء ولا نستشير الاطباء، هل المشوره من طرف واحد ولا من طرفين؟ من طرف لان هو اكثر خبره. فهنا لم يستشيروا، المفروض نقوله يستشيروا. يستشيروا أطبائهم، ده صحيح من الواحد يروح يستشير. فإذا أن المرضى فضلوا التشاورة برضو وجها لوجه، لا الاستشارة، يروحوا ياخدوا المشورة والنصيحة من الأطباء، الاستشارة وليس التشاور. التشاور هذا تفاعل، تفاعل يعني من طرفين. تمام وخاصة الاستخدام المتزامن مع الأدوية. وبعد كده بدأت الجملة يلزم، احنا ممكن نربطها وأنه يلزم زيادة الوعي. تمام أشياء بسيطة، الكلمات المفتاحية، ممكن في ناس بتحب كلمة الرئيسة أكثر. نيجي هذا الجزء احنا تكلمنا عنه قبل وترجمناه مع بعض، المقدمة هذا فكرة الأسبوع الماضي. هذا احنا سويناه ومظبوط بعد ما انت
بعد اللقاء انت مزبطها كويس بعد ما تناقشنا فيه. الجزء اللي احنا توقفنا عنده هو اللي هو هذه اللي هي هو methods and ايوه methods. احنا وقفنا عند هذه قلت لك لازم تشوفيها ايش تستخدم methods and materials. انت كنت مترجمة المواد والاساليب، هذه ليست في البحوث بهذه الطريقه. في الواد يقول materials اللي هي الماده العلميه اللي هنشتغل عليها اللي هنحللها، او بيسموها الديتا، يعني الديتا او الماتيريالز اللي هنشتغل بها ونحللها. الماتيريالز دي ممكن تكون ناس، المرضى، ممكن تكون تكست، ممكن تكون اي شيء للتحليل في البحوث. فنقول الماده العلميه، هي كلمه ماده بس، لكن احنا في البحوث بنقول الماده العلميه. تمام يا روني؟ ايه تمام. وميثودز يا اسلوب، ماشي، لكن في البحث برضه المنهج العلمي المتبع، يعني هو يبقى المنهج العلمي منهج البحث، يبقى الماده العلميه ومنهج البحث اللي هنشتغل به في البحث. كيف هنحلل الماده العلميه؟ ايش الطريقه اللي هنحلل بها ونبحث بها؟ فمنهج البحث. هذه الاصطلاحات زي كلمه الابستراكت اللي اتكلمنا فيها في الاول، بدل ما نقول نبذة، هي نبذة صح، لكن هنا abstract اللي هي ملخص البحث، كله بنتكلم عن البحث. هذه اللغة العلمية الأكاديمية. was sent to computer randomized survey monitors. مين هم monitors؟ لها معاني كثيرة جدا، صح؟ هل أنت بحثت عن معاني monitor؟ أيوه بحثت، لأنه كان أصلا الجملة هذه كلها كانت صعبة في الترجمة. صح. طيب وفي عندك تاني سيرفي مونيتور بانل، يعني هذه وهذه. انا عايز يا رنيم you have to trust yourself and لما تيجي تقرأي نص، اذا انت ما فهمتي يبقى في مشكلة في انك هتوصلي النص، لان انت اصلا ما فهمت النص، فازاي هتوصليه؟ فانا ما اجي اترجم، انا ما اجي اترجم، ايش المترجم الصح اللي بيميز المترجم عن الاخر؟ هو الفهم. واحد بيفهم النص وبيعيش معاه، وواحد كأنه مترجم آلي ياخد النص ويترجم وخلاص. ما ينفع، لازم انا افهم النص، وما افهم النص هصيغ النص بطريقه يعني يقدر القارئ يفهمها ويتعامل معها. انا عايز اطلع من اليوم، من لقاء اليوم، هو يعني رساله صغيره، هي فهم النص اولا، لازم نفهم النص، وهذا ما يميز المترجم البشري، ان احنا بنفهم النص. المترجم الآلي ممكن هو بيستخدم لوغاريتم معين ولا شيء، لكن برضو ما يفهم النص زي ما احنا بنفهم. صح. فعشان افهم النص عندي وسائل كثيرة لفهم النص. اولا ابحث عن المجال نفسه واقرأ فيه، ابحث عن المصطلحات هذه وافهمها الاول، زي ما شفنا كلمة اللي هو الاستبيان مقطعي، هذا ما يعني قلتي يعني ربما ما حد يفهمه، فلما قلنا كروس لينجوال وجبنا اشياء مقابل ليه، فبدأنا نفهم ان هو معنى الاستبيان ان هو يعني في تعدد للشرايح، بالناس مختلفين، قطاعات مختلفة، متعدد القطاعات. هنا برضو كيف اوصل؟ ابحثي في جوجل سيرفي مونيتور، وابحثي عن سيرفي مونيتور بانل، ونشوف يعني انت هنا عملتي بانل. بانل هنا عملتي مراقبي الاستطلاع المختارون، وبعد كده لجنة مراقبي الاستطلاع.
هل في لما بنعمل بحث بنجيب مراقبين للاستطلاع وايش انت استخدمت كلمة استطلاع قبل؟ انت استخدمت كلمة استبيان واستقصاء ولا استخدمت استبيان بس عشان استبيان. ترجمة الكلمة كانت صعبة. انا هي صعبة هي صعبة لانها جديدة عليكي ما استخدمتها قبل، لكن هي ما بحثت عنها في المجال شفتي انها سهلة لو شفتي معناها. سيرفي مونيتورز. طيب لو قرأنا النص شوفي النص. سيرفي انت عندك الاختبار الساعة كم؟ اختباري الساعة 8 8 مساء. تمام يعني تلحقي تذكري ان شاء الله بإذن الله. طيب سيرفي مونيتور احنا نقرأ النص ونشوف. ان انفيتيشن ايميل تم يعني ان احنا في دعوة عبر الايميل راحت لمين وبالرابط كمان وبالاستبانة وراحت عشوائيا لمين بقى راحت؟ للسيرفي مونيتورز. مين دول؟ أشخاص ولا مش أشخاص؟ جوجل مطلع لي إنه أجهزة. لا ما مونيتورز دي ممكن تكون شاشة أو أجهزة، لكن شوفي اللي بعدها aged 20 to 79 years يبقى هم أكيد ناس صح؟ إيه صح. يبقى كده تستبعدي حكاية مونيتورز اللي هي شاشة كمبيوتر أو أجهزة أو أي شيء. تمام. فهم يعني هنبعتها لمين؟ لعينة من الناس، عينة من اللي هم عمرهم من 20 إلى 79. هل سيرفي مونيتورز تعني ذلك؟ لا. طيب لو أنا مش عارف أجيبها كيف هتصغيها؟ ممكن العينة المختارة. العينة مش ممكن العينة المختارة التي اللي هي يتراوع عمرها بين 20 إلى 79. هذه العينة المختارة هذه بيسموها استراتيجية في الترجمة، بيسموها التعميم اللي هي to generalize. يعني بدل ما تقولي شيء محدد ولا يفهم، لو قلت مثلا العينة التي يتراوع عمرها أو أعمارها من 20 إلى 79 أو الأشخاص، لو قلت كلمة الأشخاص نفسها ربما نفهمها. هنا معناها يعني لو قلنا أنها أنا قلت لك تراجعي التعريف قبل الترجمة، لازم نراجع التعريف قبل. ولجنة نفس الكلام ينطبق على لجنة مراقب الاستطلاع اللي هي Survey Monitor Panel. طيب عايزك تشوفي في جوجل Survey Monitor Panel وتشوف تعرفها إيش عشان نترجمها. Can be used for a variety of research purposes, but are commonly used as a method of research. اللي هو البانل سيرفي. اللي هو البانل سيرفي اللي هو of. يعني قاعدة زي القاعدة. العينة المختارة. هي يعني مجموعة، يعني هنا بانل هنا مجموعة من الناس اللي هم يتم فحصهم او يتم استقصائهم. يعني دول لو قلنا مجموعة الاستقصاء او مجموعة الاستبانة، المجموعة اللي انا المجموعة اللي يوصل لها الاستبانة. يعني انا مثلا عندي 20 طالب او 20 مريض او 20 كذا، دي بيسموها هي نفس التعريف اللي هو Survey Monitor Panel. تمام؟ الملاحظات هذه اللي بتكلم عنها.
في بعضها يعني ملاحظات يعني تحسينية للأسلوب، لكن في بعض في بعضها يعني مش مناسب لل احنا المجال اللي احنا فيه. يعني مثلا كلمة استمارة، هل كلمة استمارة انت تعرفيها في الحياة العملية؟ هل استخدمتها قبل؟ استخدمتها بس في بحث قديم. يعني كلمة استمارة يعني انت عارف يعني استمارة الأول؟ ايه بس استمارة ما تجي نفس هذا السياق. تمام. طيب بالنسبة هنا التاريخ 9 أغسطس عام 22، الأحسن هنا إن احنا نستخدم التاريخ الرقمي، ده ممكن مع النصوص التاريخية والأشياء هذه، لكن النصوص العلمية ما بنستخدم هذا الأسلوب. لو نص تاريخي مثلا نص أدبي ممكن، لكن هنا نص علمي أكاديمي يستخدم التاريخ الرقمي. تمام. الملاحظات اللي بعد يعني أنا اشتغلت عليها، كل راجعت شغلك يعني وعملت تعليقات في أشياء، يعني ملاحظات كتبتها لك عشان الوقت، يعني بص عليها وحاولي تعدليها. في في مصطلحات، في مصطلحات زي مثلا كاي تربيع، دي اللي هي ما يقابل كاي سكوير، يعني هذا إحصاء، اسم يعني اختبار إحصائي، فما يفهم للناس كاي تربيع، فلازم تجيب الإنجليزي حقه معه عشان ممكن تكتبي كاي تربيع ولكن لازم جنبه الإنجليزي حقه. زي نفس الكلام هنا إيه IBM SPSS statistics. SPSS ده يعني برنامج إحصائي، يعني بندخل فيه الأرقام وكده فهو بيحسب لنا. فلو قلتي SPSS اللي هو برنامج إحصائي اللي هو يسموه SPS، لو ترجمته الحزمة الإحصائية لآلات الأعمال الدولية العالمية، هذه مش هي الترجمة، مش الترجمة هذه كيف جبتيها؟ الأكرونيم هذا SPSS. طيب نبحث هل هو فعلا SPS SP اسمه SPSS، ده هو بيستخدم في علوم الاجتماع فعلا، يعني خلينا نشوف برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. أنت كتبه الحزمة الإحصائية لآلات الأعمال الدولية للعلوم الاجتماعية عشان الـ IBM. طيب الـ IBM يعني إيش؟ شركة IBM. هي شركة؟ شركة IBM. أنت كتبه شركة IBM. إيوه، لأن في جوجل مطلع لي إنه هذا اختصار اللي هو International Business Machines. ما IBM دي لها اختصارات كثير، على العموم يعني الأسلم شيء هنا إن إحنا نقول IBM بالإنجليزي. يعني يصير باستخدام زي ما أنت كتبه شركة هنا صح، يعني أنت عاملها هنا صح، يعني أنت عاملها تحت صح. شركة IBM يعني صير دكتور الترجمة إنه أقول الحزمة الإحصائية لIBM. لا، الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية يعني التابعة أو لشركة IBM أو من شركة IBM، يعني هي اللي عملاها شركة IBM. تمام. شوفي هنا لو رجعنا للجوجل هيقول لك إن هي الشركة اللي عملاها. اللي احنا برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية، هو اسمه كده. المسح الأولي، تم تعيين مجموعة مكونة من 44605 مجيبا مقابل لكلمة
اللي هو respondent. respondent اللي هو مجيب، احنا بقول مجيب مشارك. ممكن مشارك. ممتاز. انت عارفة لو انت يعني خرجتي من من شكل الكلام وفهمتي النص وتعاملتي معه بهذه الطريقة، هتجيبي ترجمة ممتازة جدا. صحيح، مشارك. العنوان هنا الـ properties والـ characteristics، خصائص المستجيبين. كلمة خصائص بتيجي مع الأشياء، خصائص. ما أقول خصائص الناس ولا صفات الناس ولا وصف. هنا أنا أقول وصف المستجيبين، وصف المشاركين، وصف. هيتكلم عن المشاركين وأعمارهم وحالتهم، فبنقولش خصائص. خصائص بنستخدمها مع خصائص بنستخدمها مع الأشياء، مع المادة، خصائص المادة، خصائص الفوسفور، خصائص الجهاز.